إيه، أرسل مراسيلك تكفى، أرسل، أرحبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومك عزيزي المشاهد، حياك الله في الحلقة السادسة من آنو 1800. طبعا بسبب العالم الجديد والله أني أحس أني جالس ألعب تروبيكو لأنها مشابهة كثير العالم هنا. لبيه لبيه Sunstruck Vampire Injury Identify the cause of their pain. أيوه the path through the forest was barely visible. يقول ما كانوا يشوفون شيء. المهم Swelling the skin of the crew surely they must ظهر ignore the blister and continue. لا مديسن، المشكلة أنه ما عندهم مديسن في السفينة. أنا كلام كثير يا جماعة ما عليكم منه. والله يقول لي يرجع أفضل لك قبل لا تندم. كنتينيو ناقص 10 بيزيد. وإذا أعطيتهم فش أتوقع أن السفينة راح أخسرها إذا كملت. 20% مرة قليل رتينهم. السفن هذه سميتها رقم واحد. أحلى شيء في اللعبة أنه يمديك تاخذ مجموعات من السفن وتعطيها مثلا أي شيء في الكيبورد. مو اي شيء في الكيبورد عدد الارقام. هذا ما شاء الله حط له اربعة اثنين رشاشات واثنين مدافع. هذا مين هذا؟ يا الحب هذه. الرم يحتاجونه الارتست، فبحاول قدر الامكان اني استغل مساحة كبيرة منه. خلنا نشوف ايش يحتاجه غير الخشب. هذا بالغلط طبعا بنيته. احتاج خشب واحتاج، خلينا نبعده من البيوت شوي نشوف المكان. ما ادري ايش يحتاجه بالضبط لكن او 128. دقيقه بنت الحلال، خلينا نقبل المشن بعدين نرجع للكورن. طبعا ركبت الناس اللي كانت هنا اللي كانوا هنا. سفينتنا رجعت محملة الأغراض اللي كانت فيها. أيوة في واحد احتل الحين. إيش المشن؟ نوصلهم عندنا. يا سلام. طبعا هذه مثل ما قلنا نساعدها أنها تمسك الحكم أو شيء زي كذا. ما أدري إذا كان هذا يهيل نفسه، ما توقع لازم أبني هذاك المبنى حق التهيل. خلنا نرجع لأهم شيء جينا فيه للعالم الجديد. أهم شيء أسويه إني وين أي هذا هم. دقيقة خلنا نأخذ لنا نظرة سريعة على المكان. اتوقع هنا كفايه. هنا لنا في شغلات كثير مثل ما تشوفون. اويل 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 اويل. ما ودي انقل الاغراض بعدين. هذا اللي اقول لكم عليهم، هذا الجماعه اللي تمشكلوا مع ابوهم او دبسوا ابوهم اجبروه انهم يبيع الجزيره. طبعا ما طاع وقتلوه، والحين عرفوا اني انا داخل في السالفه، فلذلك بس بشكل سريع بحاول اني اضبط المكان هذا. بالنسبه للوقت هذا يحتاج 15 وهذا 30 وهذا 30. جميل، يعني مقابل كل واحد لازم ابني اربعة من هذا. نقول واحد اثنين بعدين ويرهاوس. الويرهاوس صغير بالنسبة للرم. الرم جدا مهم يا جماعة الخير، فلذلك ببني خمسة. الخامس عاد مدري وين بحشره، ما في اي مساحة كافية. نمشي حالنا باربعة لين ما نشوف ايش الوضع. طبعا نسوي ابجريد. كذا الوضع كويس جميل جدا، بس لازم يتوصلون بالمدينة. جميل جدا.
نسوي ببلش لاني لو عدلت الاخبار يا جماعه الخير صاحبنا هذا يزعل، وهذا ودي اكون حليف معه. مثل ما تشوفون قوتي بالنسبه له ولا شيء، وهذه طبعا طايره ان شاء الله يقبلها. لايكلي اوفر جيفت ب 10000 راح يقبلها، بس كم بيزيد العلاقه بيني وبينه؟ ما اعرف صراحه. 10000 لا والله مغامره. خلينا نسأله ميشن، نطلب منه ميشن اذا كان محتاج اي شيء. ان شاء الله محتاج. واو ب 20000. واو بيزيدني ريبوتيشن حتى مع القراصنه. ايش هذا اللي ب 20000؟ It is their warning. You must find. Get out there. Make your case. تكفى تكفى أقدر أخلص المشن هذا. وين سفني الحربية هنا؟ دقيقة. إيش المشن؟ Deliver. 12 طن من هذا. 12 إن شاء الله في العالم القديم. أما العالم الجديد. 12 طن. كليبر. إيش الكليبر؟ أتوقع إن الصوف حق الملابس. 12 طن. لا مكتوب. كوتن ما عندي كوتن. دقيقة خلنا نرجع لعالم القديم. هذا وول. من وين اجيب لك يا ليل؟ بنحاول ندبر له قدر الامكان. فلفت سمن ريسيف ريسبزي كونتاكت اون سيل. تايم ذا ريجينج. اوكي هذا اللي يقولون لي انهم رجعوا. ما اعرف كيف اخلص هذا. بوليس ستيشن. طيب سهل، طلب بسيط. هذا بوليس ستيشن. طيب خلينا نشوف مكان للقطن. ما اعرف ارسل ايش. خلينا نرسل الكليبر مع الفلاج شيب. لا الفلاج شيب ما تنفع. خل نزل الفش اللي معانا والستيل والتمبر. اوه في امراض تنتشر هنا. انا ما بنيت الهوسبيتال. لا تكفى لا تكفى. هوسبيتال اتوقع مساحتها مره كبيره. Ceasefire has ended. 40 ويندو يا اخي انت تجري ويندو انت. In my mind's eye. تكفون ويندو. 28 خلنا نقول لهم ركزوا لي على الويندو. تكفون سريع. ينقص 3 مساعدة بس ان شاء الله ما انسى موضوع الويندو وارجع. طيب الحين بالسفن هذه فلاج شيب وورشيب. نزل هذا. طبعا تمبر عندي كثير. اقول لك شل الستيل اللي حطيته وحرك مع هذه. خلنا نعطيهم رقم 1. تعالوا هنا نشوف ان مدينة فيها قطن. طبعا هذه احتلوها، لازم نحتلنا مستعمرة فيها قطن سريع. اوه هذا القطن اللي يجيب للأشرعة. اوكي شكله بالابيض. هذا الجزيرة اللي جنبي. اي والله فيها قطن بس خلاص. اوكي هذه الجزيرة اللي جنبي نرسل لها. وين ال خلاص انتو وين؟ والله بعيدين. طيب تعالوا هنا بسرعة قبل لا تحتلها هذه. والله شكلها بتحتلها. سريع. لا لا ما بتقدر تحتلها لانها هي ماسكة. اتذكر كانت ماسكة الثنتين اللي في الطرف من هنا لهنا، فلذلك تجارتها لو بيني وبينها حرب راح اهلكها. اولي شيت في سفن جاية. في سفن حق قراصنة جاية. لا 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 لا, لا. احسن نواجهها الحين احسن من بعدين. والله هذه هيلت رغم انه ما عندي.
ما ادري اذا كانوا بيهاجمون البيس حقي. شردة شردة شردة. طيب خلصنا الرم، خلصنا هذا وخلصنا هذا. ايش هذا؟ هذا مسجد ولا ايش؟ لا والله كنيسة. القبة هذه كذا والله كان مسجد صغير. طيب كذا. اوه في شغلة نسيتها، شوكو ميسنج فلفل. ان شاء الله موجود هذا الفلفل هذا. لا وين الجزيرة اللي بحتلها؟ ما ادري صراحة. المهم خلنا نشوف سفننا وصلت ولا لا. لا 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 تعالوا هنا، تعالوا هنا سريع قبل احد يحتلها. ان شاء الله ان الشيء اللي نباه هنا. باقي 18 دقيقة، 12 طن، وشلون ندبره؟ اتوقع المشهد راح علينا. شوف البيوت الجديدة، والله كل شيء مختلف، العالم الجديد كل على قول العراقيين كلش مختلف. يحتاجون كوفي ويحتاجون باول هاتس، يحتاجون هذا important from the old. لازم نرسل لهم ارساليات من العالم القديم. يا شيخ توكلوا على الله، مش فاضي لكم الحين. بس ايش الشغلات اللي مدينا؟ ايش الشغلات هذه اللي فتحت؟ والله كثير شغلات، كثير كوفي. بس خلنا من الكوفي نشوف هذا برودكشن شين ترولي، مدري ايش اسمه. المهم نحتاج الذرة. الذرة عندي في هذه المدينة، عندي جميل. لازم نشوف لها مكان الذرة. الذرة اتوقع اني راح احشرها في هالمكان، ما عندي خيار ثاني. دقيقة دقيقة، 30 ثانية، يعني اثنين من هذا اثنين من هذا. او خلنا نقول اربعة. وحشر تايم. طبعا مدينتي هذلاك ماتوا، اتوقع انهم ماتوا لانها مرض، وما عندي الاغراض اللازمة. Ship under attack. أيوة. أرسل مراسيلك تكفى. أرسل. أرحبوا. ما عندنا هنا قرصان. والله بس بطيء بطيء. وين شارد؟ تعال تعال. لا طلع من الرينج حقها. 80,000 عشان نوقف الحرب. توكل على الله، ما هو انا اللي يوقف الحرب، انا انهيها. كيف؟ تعال انت خلص هذا سريع لاني نسيتك صراحه. توكل على الله يا اخي فكني. كيف ابني هذا؟ ايوه. يا اخي هذا يقول لي من وين حصلت الجزيره؟ ايش تبغى انت؟ توكل على الله. طيب سريع سريع خلنا نضبط الامور. نبني خشاب خاص بهذا الجزيره مع واحد وير هاوس. بس والله اني حشرت نفسي، ما في خط موصل لهذا. احتاج 20 تمبر. الكوست باقي عليه شوي، 10 دقائق وما يمديني البيه. هذا اللي قاهرني والله. نرجع الموضوع هذا، ايش كان؟ كورن فارم اللي هو حق هذا صح؟ ايوه. نعطيها 4 من هذا، 2 وير هاوس، بعدين 2
اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا. يا سلام يا الكورن، جميل. طيب الكليبر هذه والله دمجت كثير. خذين لنا تمبر سريع يا الكليبر، خذين لنا تمبر، خلينا نضبط الوضع هناك. انا عبيت مين؟ اوه هذه اوكي مو مشكله. يلا طبعا هذه راح نخليها هنا فتره كدفاع، اني ما راح اقدر ابني مدافع في هذه الجزيره. طيب الحين نبني الجسر خلاص. الحين هذا اللي بيشتغلون الناس بيبدون يشتغلون هنا. جميل، خلنا نرجع العالم القديم نشوف الناس ماتوا، مدينتي كلها ماتت الظاهر. شوف الوباء كيف منتشر، ناس كثير ماتوا. هوسبيتال سريع، تعالج المشكلة. ما توصل كثير الهوسبيتال المشكلة، فلذلك راح انقل الشغلات هذه هنا. كانت لوكيت ليه؟ الثيتر 40 نافذة، فيه مشكلة بالنوافذ، كانت 25 آخر مرة. الله يخرب بيتكم يا أخي. 30 ثانية 30 ثانية راح أبنيها مؤقتا. كم تكلف؟ 2005 طمي. راح أبنيها مؤقتا بس عشان تلبي احتياجات السوق. بالنسبة للهوسبيتال في ناس فولنتير نيرس، نفس ما تقول بعد 15 ثانية في ناس يتبرعون انهم يصيرون دكاترة من اهل المدينة او ممرضين، لذلك راح نقبل. جميل، الظاهر من وقت لوقت لازم اني هذا. طيب بما ان الوباء منتشر هنا خلنا نحط الهوسبيتال هنا مؤقتا. حلو، هذا يمديني انقله وهذا ما يمديني انقله لان فيه مرضى. طيب الكند فود اشتغل، تكفى قل لي كند فود ليه طماطم ما يوصلكم؟ يوصل. طيب ليه ما انتم شغالين؟ يا هو حركوا. فلوس، ناقصني فلوس. الظاهر اني ببيع هذه، خلنا نبيعها 25,000. يا سلام، جميل جدا. باقي لهم جامعة بس والفرو هذا. في بيوت انهدمت بسبب المرض. اتوقع الحين هذا يمدينا انقله. ايوه، وهذا لسه ناقص. الحين بما انهم عالج المرضى خلاص راح انقلهم هنا واجيب بعض البيوت اللي سويت لها ابديت او ابجريد. اتوقع الفلوس الحين راح تزين معي. الارتست رويال تاكس، الارتست وينهم الارتست؟ 6000 يدفعون لي. جميل. طيب workforce shortage. I'm old, child. I prefer to watch others embracing life. جالسة تتقدم لي بمشن، خلنا نشوفها. اشتري destroy. ابشري ما طلبتي هذه. طيب قبل نبيع هذه خلنا نروح نسوي لهم دستروي. ما فيش مشكلة، والله لازم ادعم الاقتصاد بشكل كبير يعني. لازم اطلع سفن واجلس ابيعها لاني في ازمة صراحة حاليا، مش قادر. الواين الواين وال والويسكي، الواين والويسكي. شيب اندر اتاك. Got it.
سريع. ايوه المنقذة. كفو. بس عشان نرويها قوتنا. اوه لسه في واحد هارب. وين انا؟ خلاص خلاص. هذه رقم اثنين. ارجعي. اما رقم واحد. طيب هذيك سريعة. شلون بلحقها بالحربية؟ طيب اعجبها الموضوع هذا. في شغلة هنا اللي هي الريبير. ريبير يمكن من الارتست. اي والله هذا الارتست. طيب جميل. الفلوس الفلوس الفلوس. ما نجلس اللاحقة هذا. المهم وراك وراك وزمن طويل. السفينة الجديدة متى بتطلع؟ والله السالب بهذلني. ثيتر تكفون. لازم نوقف برودكشن. برودكشن طمي وقفناه. كان مفروض من زمان اطفيه. اوكي السالب بدأ يزين شوية. الواين فيه نقص عندي. طبعا الواين موضوع سهل. Have you got some big ones there? يا أخي هذا ناشب لي. طيب نبيع السفينة بعد شوي. نبيع هذه. Ah yes, the bright young. وين هذه اللي؟ Steer us forth. أوه لازم نرسل لها دليل. Steersman. إن فجرناها. تحتاج دليل. واه الفلوس سالب الف. سريع الله يرحم والديك. كذا نكون تقريبا خلصنا المشن هذا. ولكن الفلوس ما زالت تطاردني. بسرعة قبل أن ندخل في السالب. طيب جميل. اتوقع نحتاج ويرهاوس زيادة. هذا مطور. هذا مطور. طيب مشكلة الواين نكون حليناها بإذن الله. مو الواين عفوا هذا. لا الوركرز يحتاجونه. ايه. طيب جميل. اتوقع ان وضعنا مية مية. بس باقي ثيتر. ثيتر لو اقدر اخلص الحين قبل اروح للعالم الجديد. بكون سويت خيرا كبير. يا اخي النوافذ. النوافذ شكلها تنباع ولا ايش سالفة؟ طيب خلنا نشتري نوافذ. ابغى اشوف 30 نافذة. الثيتر راح نرجع له بسوي زوم عليه. عشان اول ما نرجع للعالم القديم راح نلقاه بوجهنا. الظاهر ان العجيز تضبط علاقاتها لاننا جيران هنا متلازقين في بعض. عشان كذا خلش. كروكوداي. كروكوداي في المدينة. اي والله هذا واحد جالس يتمشى. جبت الماوس عليه بالغلط. باقي واحد. سريع الناس يحتلوه وانا جالس اجمع تماسيح. يرحم امك اخر واحد وينك. اوه اعطاني هدية 4000. ايش في هذي؟ ليه؟ هذا حسبي الله عليه. ايتم اتراكتفنس. يا اخي بلا اتراكتفنس. ابو اللي خلص المشنات حقكم. الكريبر وصل الاغراض الله يجزاه خير. ارجع هناك. البيوت هذي فكني منها. خلنا نحط لهم شغلات اللي تسعدهم. برضو يسعدكم. وش برضو يسعدكم؟ تشيرش. لا اتوقع تشيرش ما تحتاجونها. الا والله تجيب لهم الهابينس. شيب كونستركتد. يعني لازم نرجع العالم القديم ونبيع.
هذه بنروح بنبيعها، وهذه مدري وش تسوي هنا، برضو راح نبيعها. نجيب لنا 50,000 حلاوة، نطلع لنا واحدة جديدة ونبيع اللي وراها بعد شوي. هنا وضعي كويس، خلنا نشوف العالم الجديد. الرم ليش صفر؟ فهمني الرم ليش صفر؟ ما في خشب يعني؟ No more space here. هذا خشب وهذا خشب وهذا خشب. يلا قول لي No more space. ضبطك الحين، ايش عاد اكتبه؟ الرم هذا مش متوصل لطريق. Ship constructed. Ship constructed. وضعنا بالفلوس، سبحان الله. قبل شوي كنا سالب وماكلين هواء، والحين قمنا نضبط وضعنا ونجلس نبيع في السفن لما ربك يسرها وتحسنت اوضاعنا. الاشرعة الحين بدأت تنقص. توني بسأل والله لين متى الاشرعة ما شاء الله عندي. والقنز مثل ما تشوفون، اتوقع لازم احتاج الاشرعة هناك عشان يعني الصناعة ما توقف عندنا. طبعا دبي الله يديمها والله ما تقصر معي، يعني مخارجة حق كل شيء. طبعا هذه فلوس، فلوس الأشرعة هذه يعني فلوس، فلذلك مفروض ما نوقف موضوع. اشوف لها حشرة مكان ثاني كذا، لا توقعت في شارع هناك بس كويس. بما اننا نقدر نجيب فلوس كثر عمال، ان شاء الله ما نحتاج غير، الا والله نحتاج عمال، نحتاج عمال بشكل كبير، فلذلك راح نوقف الستيل. اتوقع انا انتج ستيل هنا، الستيل حاله يجيب 200. باختصار نعطيها شيفت كذا عشان نوقف الستيل كامل، ونركز على الأشرعة اللي نضمن انها تجيب لنا اغراض او تجيب لنا فلوس عفوا. نسوي تريد طبعا ضروري، شارتر تريد من أشرعة ترسل لي اياها من دبي الى ابو ظبي 30 شراع. تمام، نكثر من المخازن هذه. ايوه يحتاجون شرطة، هذا لا يحتاجون شرطة توقفهم، لذلك شرطة هنا. هذه شرطة، شرطة هنا، شرطة هنا، عشان اي واحد ينقلب ضد حكمي يسكت على طول. هلكتهم، هلكتهم. طيب ايش تريدون انتو؟ الوركرز يريد سوسج، والله معليش يعني ما انا مدبر لهم اكل، خلنا نجيب لهم سوسج واحد عشان العمال يكثرون عندي. طبعا يما اوفر احتياجاتهم هم يزيدون، عددهم يزيد في المساحة هذه، ما بكثر لكم. يلا بس يحتاجون شوية ترتيب. اتوقع 2 كافيين، خلنا نحط لهم اير هاوس هنا. احتاج بوب ثاني عشان نفلها شوي ونكثر الفارمرز. بما ان بنكثر الفارمرز بنكثر برضه الفش. لا تقول ضيقت المسافة هنا، المساحة. طيب من هنا كيف بس؟ والله ادبر لكم من اي مكان. اما ما في تمبر، عيب هالكلام والله. اوه عشانهم هذا يا الحبيب، تعامل معه والله مشكلة. اوكي تمبر تدبر، جميل. تعال صح، بالنسبة للدفاع جميل جدا، اقدر احط لك اثنين من هذا في حال لا سمح الله يعني.
تعرفون المشاكل تصير. مفروض البيوت علامتها تبين ان الرم راح يتوفر. اوه فل يا سلام. لا هنا يا جماعة الخير اتوقع طولت حتى اكثر، ما بقدر اخلي المقطع 20 دقيقة بعدين، اتوقع انه بيوصل والله نص ساعة ولا اكثر. على العموم اتمنى الحلقة نالت اعجابكم، نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.